اهلا بيكم في حلقه جديده من خد اما اقول لك. النهارده لاول مره حلقتنا من المجمع الطبي. حلقتنا النهارده عن حاجات كنت وانت صغير مفكر انها حقيقه ولما كبرت عرفت انها وهم او خيال موجود في دماغك انت بس. تعالوا معانا نشوف الناس هتقول ايه. نتعرف فيكي. بسنت ابراهيم، كليه صيدله. كلنا واحنا صغيرين كنا مصدقين في حاجات خرافيه يعني. ايه اكتر حاجه غريبه كنت انت مصدقاها وانت صغيره وبعدين شفت انها خرافه؟ وجود عفاريت. دي كانت حاجه بالنسبه لك مخيفه ولا حاجه؟ انا اصلا لحد الان بخاف، بس طبعا بعد ما كبرت وعرفت ان مفيش حاجه اسمها كده انا ما زلت بخاف، بس بشيل من دماغي ان ممكن حاجه تبقى موجوده يعني. يعني طب كنت بتشوفيهم وانت صغير بتهيألك بقى وكده؟ كنت ولحد دلوقتي بيجري تهيؤات. وانا صغير كنت بصدقها، زي مثلا قبل ما تنام لو ما غسلتش سنانك سنانك هتقع. يا راجل. كانوا بيضحكوا عليا بيقولوا لي كده. بجد؟ كبرت بقى اكتشفت ان مفيش الكلام ده خالص. في حاجه كده كنت مثلا مصدقها فاكر انها حقيقه وبعدين لما كنت مفكر ان الزمالك مش هياخد الدوري وخد الدوري خلاص. احنا عارفين اللي هي يومنا الغوله والحاجات دي حاجات مفروغ منها، كل الناس كانت عارفاها. انا كان عندي حكايه كده ان انا كنت مفكر استحاب ده حلاوه شعر، والراجل اللي هو بيعدي بغزل البنات بيجيب الغزل البنات ده من السحاب، يعني في مكان كده بيطلع على السحاب يجيب بتاع ده ويحطه في اكياس ويبيعه لنا على انه غزل بنات. انا وهي كنا مصدقين ان احنا صوتنا حلو. ودي حاجه غلط 380 درجه. يعني انت مفكره ان الطياره لما بنشوفها طياره كده، الطياره الحربيه دي لما بعمل لها باي باي كده بتشوفني بسلم. الطيار بيطلع يعني ويطلع لك من الشباك بقى. كنت بتخيل بقى ايوه الناس اللي مسافره ولو بابا مسافر ولا حاجه انا شفت بابا في الطياره وبتاع. انت عرفتي ان ايه طياره بابا وعملتله باي باي؟ بس بقى يا جماعه كنا صغيرين. يعني حاجه مثلا زي لو كسرت التلفزيون مثلا ممكن انقل الممثلين او اطلعهم او اشوف اللعيبه واطلع، لو كسرت مثلا المسجل اشوف الراجل اللي بيتكلم فيه. فلما كبرت اكيد حسيت ان انا تافه يا برضه. العفاريت الصراحه. العفاريت واضح ان كانت حاجه هبله، فلما كبرت بقت حاجه هبله برضه. فيعني حاجه غريبه. يعني انت وانت صغير ما كنتش بتخاف منهم؟ لا لا، وانا كبير ما بخافش منهم. يعني انت كنت مصدق انهم موجودين بس مش بتخاف؟ لا كنت مصدق انهم مش موجودين. بس كنت خافوني دايما انا صغير برجل مسلوخه كنت عايز اشوفه، ولما كبرت ما لقيتهوش. بس هو بلازمه نفسيه كبيره. بس هو يعني ابو رجل، بس واحد عنده رجل مسلوخه هتخاف منه ليه؟ اخاف منه ليه؟ اخاف منه يعني معاق يعني ورجليه مسلوخه وبتاع حقيقي موتني او خلي رجلي مسلوخه زيه. هو انت لو جريت منه مش هعرف اجري وراك، ده رجليه مسلوخه يا راجل. صدق عندك حق. شفت بقى؟ والله. وانا كنت اكتر حاجه يعني كنت بفكر فيها لما كنت بشوف في التلفزيون نفس الشخص مثلا بيجي على القناه دي والقناه دي في نفس الوقت، فاللي هو ازاي بيلحق يغير لبسه ويروح كده ويرجع. واخدها قزح ما بين القنوات بقى. كنت مستغربها جدا والله. حاجات كتير منها مثلا انا لما كنت بنام اما اكون مثلا قبل ما انام واغسلش اسناني كانت ماما تقول لي ان في حشره كبيره كده اسمها الشمامه هتيجي تشمك وتقرصك وانت قبل ما تنامي، فكنت لازم قبل ما انام على طول اقعد اغسل اسناني عشان خايفه. بس لما كبرت حسيت ان هي حاجه تافهه جدا.